السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هالنهار إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد الفيتامين وكيفية الاستعمال ديالو، واش فعال فعلا أنه كاع الناس اللي عندهم القلة في الإنتاج وقلة القلة ديال الخصوبة ديال الذكور والإناث. كنت درت واحد الحلقة على هاد الفيتامين وقلت لكم نجربوا ونشوفوا واش راه خدام. لقيته تبارك الله خدم مزيان، يعني سبحان الله راه واحد الطريقه يعني اوتوماتيكمون ما بين الليل ونهار انه الذكر ولا كيلقح. كان ما كيلقحش ودابا في هذا النهار راه ولا كيلقح. هذا الفيتامين سميتو سوبر لاير، انا نفتح لكم. ها هو الطريقه ديال التخزين ديالو، حاولوا انكم تبرموه بحال هكا وتسدوا عليه لانه هو كيبرد الى شم الهواء كيبرد. هانتوما هو عبارة عن غبرة، انتم سميتو سوبر لاير. سوبر لاير هو غبرة صفراء، عفوا، انتم كما كتشوفوا واحد البودرة صفراء. انتم كما كتشوفوا غبرة صفراء. اذا هاد الغبرة الصفراء هي عبارة عن فيتامين خاص بالخصوبة يعني ديال الأرانب. أنا كنت فقدت الأمل من هاد الذكر، واحد الذكر عندي بابيون، لقيته أنه ما بقاش كيلقح. ويا سبحان الله أنا مشيت عند واحد البيطاري أعطاني هاد السوبر لاير، يعني هو فيتامين عبارة عن فيتامين، وسبحان الله راه ما بين ليل ونهار ما كانش كيلقح ولا كيلقح تبارك الله. دعيوا معنا ان هاد المسيره ديال هاد الذكر هذا انه يكمل. هنا هو كان عيا بزاف و بابيون، يعني ما بقاش كيلقح، ومنين خدا هاد الفيتامين لاحظت انه لقح سبحان الله. بالنسبه للفيتامين كيفيه الاستعمال ديالو، معلقه في ليترو لمده 5 ايام. ملي كضرب فيه الشمس، الاشعه ديال الشمس، شوفوا كيفاش اللون ديالو كيفاش كيولي لون قهوي مائل للقهوي. دابا هكا صافي راه خاصو يتبدل، لان المره ملي الله كديروه كيكون اللون ديالو اصفر، يعني بمعنى الكلمه كما كنقولوا اصفر يعني اصفر. اما ملي يتبدل اللون ديالو هكا صافي هذا اشاره انه خصو يتبدل. خاصكم ديروه 5 ايام متتاليه، وان شاء الله راه كيكون كاين واحد يعني واحد المنفعه لا للذكر ولا للذكر لا للنسوات، كلهم ديروا لهم هذا الفيتامين، راه جد فعال. وانا راني جربته ليله واحده، يعني نهار واحد، الغد ليه سبحان الله راه ولا الذكر كيلقح. انا راه هذا المشكل راه كان عندي بزاف، هذا الذكر هذا راه صافي تفقدت الامل منه، قلت صافي ما غاديش يبقى يلقح، وسبحان الله راه لقح لي البارح الحمد لله. دابا نتسنى النتيجه، وحتى النتوات لاحظت انهم ما كانوش كيتقبلوا يعني يتلقحوا، ودابا راهم تلقحوا الحمد لله، راهم مزيانين. هذا فيتامين، انتم منين يتبدل اللون ديالو هكا حيدوه، وتري الرائحه ديالها كيطلقوا واحد الرائحه شويه كريهه. المهم حيدوا نتوما هذا وبدلوا، ديروا واحد القرعه ديال اليترو وديروا فيها يعني معلقه كبيره ديال هاد الفيتامين هذا سوبر لاير، راه كيصلح الحق هو لجميع الحيوانات، يعني فيه بزاف ديال الفيتامينات، راني قريت هنايا دايرينو بجميع اللغات، فيه بزاف ديال الفيتامينات. انا كنت مشيت عند الطبيب يعني بيطاري وحكيت له ان الانتاج مابقاش عندي واحد يعني توقفوا على الانتاج واحد المده. قال لي لابد ما تعطيهم واحد الفيتامين، قلت له راه كنعطيهم فيتامين، قال لي لا، هذاك الفيتامين اللي كيتعطى ديال اونتي بيوفيت هذاك فيتامين عادي، يعني ديال الحيويه ديال ديك السخفه اللي كتكون فيهم بالنسبه للصيف كيكونوا سخفانين. اما بالنسبه لهذا الفيتامين هذا هو ديال كيرفع لهم الخصوبه ديالهم، يعني الذكر كيسخن، والنتوه كذلك كتولي قابله انها تلقح.
إذن هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار. انا درت هذه الخطوه معكم وقلت لكم غادي نجرب هذا الفيتامين. الحمد لله راه فعال، يعني عقلوا على السميه ديالو، كيدير 25 درهم سوبر لاير. ما تخليوش مفتوح، ما تخليوش مفتوح، سدوه بهذه الطريقه هذه. دير واحد مقبض ديال النشير، لوي واحد جوج لويات هكا كما كتشوفوا وسدوا عليه هكا، لان الا مشات تدخلوا الريح هو كيكرم كيولي بحال نقولوا القبص، ملي كيكرم هكا كيولي داير. هذا لا، الا درتوها الطريقه هكا ديال التخزين ديالو ممكن انكم تحطوه في اي بلاصه. غير هو ماشي مشكل انكم تحطوه في غير ما يقصوش الماء مثلا، يعني ماشي مشكل انه لدرجه الحراره، لا ماشي مشكل. ممكن تحطوه هكا في السطح هكا، تخليه محطوط هكا. والطريقه ديال الاستعمال ديالو راني قلت لكم 5 ايام. بدلوا هذوك الاخر الماء اللي كيولي بحال هذا اللون هذا، بدلوه وديروه ماء اخر لمده 5 ايام ان شاء الله، وراه غادي تلقاو واحد الفرق. يعني في الحقيقه انا ما كنتش متوقع انه كاع غادي يدير هذا المفعول هكا. دعوم انا ان هاد الارانب ديالي يكملوا، يعني كاينين اللي مزيانين، ولكن هادو بالضبط هاد الكاج هذا حسيت به. انا عندي كيجان اخرين، انتم كما كتشوفوا عندي كيجان اخرين، انتم ثاني كاين الانتاج، ولكن هاد الاربعه النتوات حطهم هنايا وحاولت انني ندير عليهم هاد التجربه هذه. ومنين سولت البيطاري هادشي اللي قال لي استعمل هاد الفيتامين سوبر لاير. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا. تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصل لكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.